سيد الخبر زين إن شاء الله تدوير الأشياء. أول الزين هذا إنجاز زين والله، يحييها الله الرئيس السيد الرئيس والوزير، ويبان معاهم الوزير الأول طول أعمارهم كاملين وحضرهم في الاستغلال راجينها عند مولانا. مصنع نفايا بلاستيك. ايوا هذا انتصار اعطاكم، وانا اليوم طيت على شفيق وحد السادس وجمعت وذك ورجلي ذاك الثاني تعرفون انتم. قوموا هذا انتصار تاريخي، قوموا العلاه تزغرتوا، قوموا انتظروا مرقوا الشارع مرقوا عاد رشي. هذا ما لها انتصار يسوي ما نعرف 70 عملية ولا 80 عملية. يا ربي رانا حامدينك شاكرينك على ذاك اللي حاسين نحن فيه من الانتصارات، يا ربي حامدينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف إطلاق النار انتصار، الحرب انتصار، وقف إطلاق النار انتصار، المفاوضات انتصار، القرقالات الأولى انتصار والروق منها انتصار، والقرقالات التالية انتصار والروق منها مولي كشفات عرات انتصار، والرجوع للحرب هذا انتصار، ومحاكم تقالي انتصار، ومروقوا بدون براءة هربوا عن المحكمة انتصار، وفروق الماء وفروق التمويل المخيم انتصار، وحتى مولي الرياح انتصار، وإلى جهة الظلمة حتى هي انتصار ثاني، وإلى جهة الشمس حارة مولي ذاك مولي لها انتصار. يا هذا من الانتصارات بعد، على الاقل بعد لا يجني حد منه الا شوي، يعملوا كون يعملوا قاع كون شوي ما هو خالي، كون يجني منه شي قاع شو هو شنو. كل شيء انتصار سبحان الله، وحتى الى فرق مولي تاريخ بططتون في المخيم في التعليم انتصار. حالتي بيك النت ياك لباسه، وش كيفك انت وش كيف مساك ياك لباسك خير. يا ويلي من اي زينه من اي عمي، هاي من اي زينه اصل ما هي قاعده عسكرية مدشنينها. هذه يصل معي زينة، هذا لا مصنع بلاستيك، مصنع بلاستيك شن نحن به فرض ما هي أرضنا. والله مختار بوي تعود صح حق هذا مدشن فرضنا فمات. الله هاي المحرر يقولهم عن المحرر. الله أصل مرحبا وسهلا، مرحبتي مرحبتي بيك النت، والله إلا مرحبا وسهلا. ومع ذاك مولي ودشنت هاي البلاستيك لك الدجاج، مصنع الدجاج، وهذا مصنع الاسماك ذيك اللي ما رديت عليك ما يأكل احد، ما عاد لا سلطة ما رديت عليك. لا تأكلوا يا هن، فهمتوا يا هن اللي في المخيم، لا تأكلوا الاسماك ذيك، راي تفو بها الاسماك هذه المائية، راي لا هي الامراض الخبيثة هذا الزمن ما رديت عليك. الله حق بعد مرحبا فيك وسهل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موقع الساقية الحمراء وادي الذهب 18-84. احنا بالحقيقة سمعنا النت وسمعنا الكوري وسمعنا وشفنا اللي طلع مصنع نفايا بلاستيك. حق نحن عندنا مدينة هاي هذه ظهر الحمادة اللي عليها للشعب. احنا اياك ما انه هو قاعد البقي الشعب، اياك ما هو احنا هم عدنا البقي، احنا عدنا قاعد احنا خايفين على روسنا، احنا لود الشعب يلود الشي ياكلوا ويشربوا، هذا الشعب يلود الشي ياكلوا ويشربوا ويلود الامن والاستقرار. ايه بلاستيك نحن ما هو عندنا. ايه قالت لك زين باش بلاستيك منين احنا ذلك عدنا؟ كيف هذه دول اوروبا اللي بلاستيك عندها قايمة، المنظمات اللي تدافع عن البيئة قايمة ضد انه اكثر في هذه الجور واكثر في هذه القارات الاوروبية، عادوا له يديروا بلوا الكرتون وعنه في الحقيقة من 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 من, من الآلات اللي تضيع البيئة وتضيع البحور وتضيع النهور وتضيع
بيئة التنفس والهواء. ايه احنا قاع ما عندنا يا اخوتي بلاستيك. ايه احنا عندنا راك مدن اوروبا هذو اللي بلاستيك اللي مزارق بيهم، لو كيل يرتد في بلاستيك والدخان في بلاستيك التموين في بلاستيك واللحوم في بلاستيك هي يا اخوان هذا الشعب يلود الشي ياكله والشي يشربه، هذا الشعب يلود الاستقرار والامن ايه، ولا يلود لمصنع من مصانع نفايا بلاستيك. ما هي قاع عندنا نفايا بلاستيك، احنا قاع عندنا تشيلها الريح، ما عندها بلد من انت هنا تشيلها الريح وتوغد، انت مستقبله وعد ذوك الحيزة. معناها عندنا هون هذه ذاك العينة من البروباغاندا، وهذه العينة من بيبليسيتي اللي في الحقيقة هي ما فيها نتيجة للشعب الصحراوي قاعد على رقوق الدخن، ما فيها نتيجة، مازال في المنفى ومازال لاجي. هاي العينة ما هو محتاج لها الشعب، الشعب محتاج لشي ياكله وشي يشربه وضو يقديه ومياه وزراعة وفلاحة واستقرار وأمن ورواتب وخيراته. هذه هي الحقيقة، هذا هو اللي يحتاج له الشعب اللي بقى مسروق. هذا من جهة، ولكن قاع معنا لا يناقشوا المصنع اللي اياك ما يجوه نفايا البترول، يعودوا ينحرقوا فم ريحتهم ما تنشم ويلوثوا البيئة ويلوثوا المنطقة اللي هم فيها. هذا من جهة، من جهة أخرى احنا لا نتكلموا عن هذا اللي اليوم نحن متندمين عليه، احنا يا الصحراء اليوم متندمين. السلام عليكم أبو، السلام عليكم الساقي يا وادي الذهب، يا مرحبا بكم السهلة يبا. ايه هو لا خبر ثم طرحته الناس على الغت عليه ثم تركم تصادروا اراء الناس، انا عاجبني تدوير الاشياء، شايف انا عنه فايته كيس وقع من عدله سوعد انها نحن سوعد لها يحدها إيه رجال جلبة من السايل ما هي يعني في عشي ويعدل منها اشياء ثانية، هذا ما في شي خاسر. ايه انا مولي ما ندخل الناس في كلام، تثبت سما لا تتكلم واي واحد منكم يتكلم وتقبل كلام وقال اخي نقول انا مالي ربي حد عنه، الراجل مولي رئيسي مستحق مني كل التقدير والاحترام، حضروا ان شاء الله في الاستغلال راجل عند مولان.